السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي تلاميذ الصف السادس الابتدائي. يوم جديد من أيام المراجعة للامتحان النهائي إن شاء الله. نسأل الله لكم التوفيق جميعا. في هذا اليوم إن شاء الله سنقوم بمراجعة موضوعين، موضوع من القواعد وموضوع من القراءة. الموضوع اللي من القواعد اللي راح نراجعه هو المفعول المطلق، والموضوع اللي راح نراجعه أيضا من القراءة هو حقوق الطفل. والمراجعة ستكون عبارة عن أسئلة وتدريبات إثرائية. هذه الأسئلة والتدريبات الإثرائية هي مراجعة، وهي أيضا تنطيكم صورة إلى صورة الأسئلة التي ستأتيكم في الامتحان لتعرفوا كيف تجيبون عليها إن شاء الله. ننتقل إلى التدريب الإثرائي الأول اللي هو عبارة عن إملاء الفراغات. هذه المرة إملاء الفراغات يعني تعتمد على ذاكرتكم، ما لا توجد فيها خيارات، لأنه الخيارات راح نخليها في تدريب الخيارات. إملاء الفراغات فراغ، ولابد أنت تكون قد قرأت الموضوعات و تتذكر المعلومات التي فيها. السؤال الأول في الفراغات، أو العبارة الأولى في الفراغات، يقول المفعول المطلق هو اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من فراغ ومشتملا على حروفه. إذن لابد أن نتذكر تعريف المفعول المطلق حتى نعرف ما هو الجواب الصحيح في الفراغ. الجواب الصحيح في الفراغ ويكون من لفظه، فيكون الجواب بهذا الشكل: المفعول المطلق هو اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويكون من لفظه ومشتملا على حروفه. فإذا في الفراغ نجعل كلمة لفظه. العبارة الثانية: يجيء المفعول المطلق لي مثل فهم فهما. هذا فهما، هذا المفعول المطلق جاء لماذا؟ لأي شيء؟ الجواب لتوكيد الفعل، لأنه عندنا أنواع المفعول المطلق ثلاثة: لتوكيد الفعل عندما يكون من لفظ الفعل، لبيان نوع الفعل عندما يكون موصوفا، ولبيان عدد مرات الفعل عندما يكون فيه لفظ العدد. فإذا هنا المفعول المطلق جاء لتوكيد الفعل. العبارة الثالثة: دقت الساعة دقتين مفعول مطلق لأي شيء؟ لبيان عدده. الجواب لبيان عدده. فإذا المفعول المطلق هنا لبيان عدد الفعل. رابعا: عندما يكون المفعول المطلق موصوفا فهو يأتي لي لأي شيء؟ يأتي لبيان نوع الفعل. يأتي لبيان نوع الفعل. فإذا الجواب الرابع هو لبيان نوعه. خامسا: الآية الكريمة: وكلم الله موسى تكليما. المفعول المطلق هو فراغ. الجواب هو تكليما. المفعول المطلق هو تكليما. فإذا علينا أن ننتبه أنه يعني لكي نجيب بدقة. تلاحظون الآن مثلا خامسا الفراغ جوابه موجود في السؤال، ولكن يحتاج فقط إلى تركيز وانتباه من التلميذ. ننتقل الآن بعد أن أكملنا التدريب الإثرائي الأول، ننتقل إلى التدريب الإثرائي الثاني، وراح نلاحظ هنا في هذا التدريب هو عبارة عن صح وخطأ. يقول ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية، ولدينا خمس عبارات. العبارة الأولى تقول: دعت الأديان السماوية إلى الاهتمام بالأطفال. الجواب صح. الجواب صح. ثانيا: دخل الحسن عليه السلام على جده النبي صلى الله عليه وآله.
وهو راكع يصلي فصعد على ظهره؟ الجواب خطأ، لأنه دخل على جده وهو ساجد وليس راكع، فعليكم أن تنتبهوا. دخل الحسن عليه السلام على جده النبي صلى الله عليه وآله وهو ساجد يصلي فصعد على ظهره. هذا هو الجواب الصحيح. فإذا العبارة الثانية عبارة خاطئة. ثالثا، العبارة الثالثة: تحتفل شعوب العالم بعيد الطفل في كانون الأول من كل عام. الإجابة هنا أو العبارة هنا عبارة خاطئة. لماذا؟ لأن الاحتفال هو في كانون الثاني وليس في كانون الأول، فعليكم أن تنتبهوا. النقطة الرابعة أو العبارة الرابعة: انبثقت اتفاقية حقوق الطفل عام 1993. الجواب صحيح، الجواب صحيح، نعم، في هذا العام انبثقت اتفاقية حقوق الطفل. والعبارة الخامسة والأخيرة: تضمنت الاتفاقية بنود لحماية الأطفال، تضمنت الاتفاقية بنودا لحماية الأطفال من الجهل والأمراض. الجواب صح، هذه الاتفاقية فيها بنود لحماية الأطفال من الجهل والأمراض. فإذا تلاحظون الإجابات بالترتيب: الأولى صحيحة، الثانية خاطئة، العبارة الثالثة خاطئة، العبارة الرابعة صحيحة، والعبارة الخامسة أيضا صحيحة. الآن ننتقل إلى التدريب الإثراء الثالث والأخير، اللي هو الاختيار من متعدد. ونلاحظ هنا هذا التدريب الإثرائي مزجنا فيه بين مواضيع موضوع القواعد وموضوع القراءة. يعني احنا مثلا بالتدريب الإثرائي الأول ركزنا على موضوع القواعد، بالتدريب الإثرائي الثاني ركزنا على موضوع القراءة، الآن بالتدريب الإثرائي الثالث فيه مزج بين موضوع القواعد اللي هو المفعول المطلق وموضوع القراءة اللي هو حقوق الطفل. السؤال الأول بيختر الإجابة المناسبة: إلى ماذا دعت الأديان السماوية؟ أليف: إلى الاهتمام بالأطفال، باء: إلى تدريب الأطفال. الاختيار المناسب هو ألف: إلى الاهتمام بالأطفال. السؤال الثاني: أي نوع من الأسماء المفعول المطلق؟ يا نوع من يا أسماء، يعني أسماء المرفوعة، المجهورة، المنصوبة. فالاختيار أليف: الأسماء المرفوعة، باء: الأسماء المنصوبة. الاختيار الصحيح والمناسب هو باء: من الأسماء المنصوبة. المفعول المطلق يعد من الأسماء المنصوبة. ثالثا: من التي كان النبي صلى الله عليه وآله يهش لها ويضمها؟ اختيارين لدينا: أليف: ابنته فاطمة عليه السلام، باء: ابنة أخيه. الاختيار الصحيح أليف أو ألف: ابنته فاطمة عليه السلام. رابعا: ما الكلمة التي نضعها لتكون مفعولا مطلقا في قولنا ركع المصلي؟ الاختيار أليف: سجدتين، باء: ركعتين. الجواب هو باء: ركع المصلي ركعتين، وركعتين هنا مفعول مطلق لبيان عدد مرات الفعل. العبارة الأخيرة أو السؤال الأخير: من الطفل الذي ارتحل النبي صلى الله عليه وآله فكره أن يعجله؟ الخامس: من الطفل الذي ارتحل النبي صلى الله عليه وآله فكره النبي أن يعجله؟ الحسن عليه السلام، ألف: الحسن عليه السلام، باء: الحسين عليه السلام. يعني هذا الطفل اللي قال في
رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث: إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. فمن هذا الابن الذي ارتحله، الحسن أم الحسين عليه السلام؟ بالموضوع الجواب هو ألف، الإمام الحسن عليه السلام. إذن يعني بهذا الشكل. وأنتم أيضا تستطيعون أن وأنتم تقرؤون موضوع القراءة أو موضوع القواعد، ممكن أن تستخرجوا أسئلة أخرى، سواء صح وخطأ، سواء إجابة قصيرة، سواء إملاء الفراغات، أو الاختيار من متعدد هذه الأسئلة الأربعة التي ستكون هي محور الامتحان النهائي إن شاء الله. أيضا أبنائي في مواضيع القراءة يعني تقرؤون كل الموضوع، يعني بدءا من الموضوع إلى معاني المفردات. ضروري جدا تركزون على معاني المفردات، ربما بالأسئلة تأتيكم معاني مفردات من الموضوع، فإذا تقرؤون الموضوع وتركزون عليه، تقرؤون معاني المفردات وتقرؤون الحوار والتدريبات. هذه كلها الأشياء اللي ما تقرؤها، لا التعبير تقرؤوه، ولا تقرؤون الخط، ولا تقرؤون الإملاء، لأنه لا يوجد لدينا في الأسئلة، لا يوجد تعبير، ولا يوجد إملاء، ولا يوجد خط. هذه الأشياء الثلاثة لا تقرؤها، لكن اقرؤوا كل الأسئلة التي تتعلق بالموضوع، سواء في التدريبات أو في الحوار أو معاني المفردات أو الموضوع نفسه. كل هذه الأشياء تقرؤونها لكي تستخرجوا منها أسئلة مع الوالد، مع الوالدة، مع الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى، وتقرؤوها أيضا بشكل دقيق. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، وأن يكون فعلكم كما يقال الدرجات العالية والتفوق دائما، مع دعائي لكم بالنجاح، وأستودعكم الله وإلى اللقاء.